وليت كنعاف كنوض في الليل ونضحك ونضر الناس. كاري كاري عبد الملك المشرفي نائب رئيس جامعة بو عادل. بدورنا نحيي رئيس جمعية الغد للتنمية بتنظيمها لهذا المهرجان القيم الذي يعتبر المهرجان الثاني الدورة الثانية، ومن خلاله يتم التعريف بالمنتوج السياحي والموروث الثقافي للمنطقة. وبالتالي نحيي هؤلاء الجماهير التي حضرت رغم تزامنه مع الموسم الدراسي وجاء متأخرا نظرا لبعض ترتيبات داخل المنتجع. لهذا نرحب بالضيوف الكرام ونرحب بجميع الحاضرين هنا، ولا يسعنا إلا أن نشكر جميع الحاضرين وكل من ساهم في تنظيم هذا المهرجان، من سلطة، من مجلس جماعي نيابة عن رئيس جماعة بو عادل، ومن أعوان. وشكرا لجميع رياني كريمة مديرة مهرجان بو عادل في الدورة ديالو الثانية. الهدف ديالي أنا هو النهوض بالعالم القروي، لأن العالم القروي هو العمود الفقري للسكينة بطبيعة الحال، وخص يكون واحد التوازن ما بين العالم القروي والحضري، وكذلك الشباب باش ممكن، لأن المهرجان هو قنطرة للثقافة كما أقول أنا، وأنا أعشق هذا المنبع كما كيقولوا هما وبو عادل، لأن هي كنقول دائما جوهر التونات. الحقيقة أنا مغربية، كنبقى أول حاجة مغربية، وحنا كنا مغاربة، وهذه أنا حقيقة أنا أنتمي إلى، لأن الأجداد ديالي كينتميوا إلى عمالة التونات اللي هي العمالة المناطق هنا، ولكن أنا كنعشق بو عادل. وفكرت أن حتى باش نعرف بها أكثر، والطريقة باش ممكن نعرفوا بها أكثر هي في إطار المهرجانات، في إطار نحاولوا نعطيوها واحد الاهتمام. هشام عبيبي، فنان كوميدي ومعلق صوتي. اليوم المشاركة ديالي في مهرجان، أول مرة تنشارك في مهرجان ديال بو عادل اللي هو أصلا الدورة ديالو الثانية، وديجا شاركت في مهرجانات بزاف بحال مهرجان مزيات، مهرجان التين، وبزاف ديال المهرجانات اللي شاركت فيهم. وبهذه المناسبة هذه تنشكر الناس اللي استضفونا في هذا المهرجان، وبالاخص الفنان ديالنا مراد الحجاجي. بالنسبة للجديد ديالي، دابا كنخدم على واحد السيتكوم كوميدي ان شاء الله غنوجدوا العام الجاي ان شاء الله رمضان الجاي، وعندي كنوجد واحد المسرحية اللي غادي ندير بها واحد الدور في المغرب ان شاء الله، وغادي نبدا بها بتونس، وغادي ان شاء الله غادي ندير بها الدور في المغرب الى كتاب. هذه واحد النكته، هذا واحد السيد دائما تيجيب للدار، دائما تيدخل للدار، تيجيب خبز والبصله، خبز والبصله، خبز والبصله. واحد النهار دخل غير بالخبز للدار، قالت له مرته شتك جايب على الخبز الراجل، قال لها ولفتي السقاطي العفريته. اسم محمد باجو من مدينه تونس، بصفتي فنان كنستمتع بالموسيقى الشبابيه، ونتمنى نكون خفيف على هاد الناس. بالنسبه للمشاركه في هذا المهرجان، الناس يا سلام، زعما جمهور زوين، دينا جماعه بو عادل كتميز بالناس زوينين، عجبني الحال مزيان، تبارك الله عليهم. لا، بالنسبه للمهرجان بو عادل اول مره، اول مشاركه. كانوا عده مهرجانات مؤخرا، كان مهرجان مكناس ديال الموسيقى التقليديه، كاين مهرجان قمم الجبال، ومهرجان وطني الطقطقه الجبليه، وان شاء الله مازال مهرجانات جايين ان شاء الله. كاين شي حاجه في الطريق ان شاء الله، غنشوف كيفاش ندير، نحاول انني نتميز بين الفن القناوي والجبلي.